يلا نكشف سر تركيبة النار الخضراء من مسلسل Game of Thrones. نعمل حيلة بأننا نعدي من حلقة حبل وناخد صورة ورأسنا مقطوعة. شوفوا كل ده في حلقتنا الجديدة عن الخدع البصرية والحيل السحرية على تروم تروم سيلكت. حاجة محرجة جداً إنك تكوني بتتدربي كتير وبتلعبي رياضة بس لسه برضو مش عارفة تعملي جراند كار. في نفس الوقت صاحبتك بتشرب كوكاكولا وبتاكل شيبس وبتضحك على مجهودك، بعدين راحت على الحيطة وبسهولة فردت رجليها عليها. واو، فتح حوض على الحيطة، عملتي كده ازاي؟ الحركة دي قانونية وانا كل ده ومش عارفة اعملها؟ هنحتاج بنطلون تريننج. نحشي الرجل اليمين بالملابس، ندخل الرجل في الحذاء وندخل رجلنا في بنطلون التريننج الفاضية. نصور فيديوهات مضحكة ونفاجئ أصحابنا بجراند كار خارق، وأحسن كمان نفاجئ نفسنا ونعمل تمارين الصبح. الحركة حياة. الوقت جه الحيلة صعبة بالحبل. نلف الحبل حوالين جسمنا ونطلب حد يساعدنا. نربط كذا عقدة قوية، نغطي العقدة بمنديل قماش، نعمل السحر وفوالا، الحبل عدى من الجسم من غير ما يتقطع. ازاي ده ممكن؟ عشان الخدعة تنجح نقطع الحبل نصين ونجيب قطع مغناطيس. نثبت قطع المغناطيس في نهاية الحبل بمسدس صمغ ثقب. في اللحظة المناسبة نفصل قطع المغناطيس ورا ظهرنا ونوصلهم تاني قدامنا. المتفرجين هينبسطوا جداً. الانستجرام تعب من نفس نوع السيلفي. فاجئ متابعينك بنشر قصة عن كرة النار الطايرة. نروض اللهب بإيدينا ونخلي كرة اللهب ترقص بين صوابعنا. للخدعة دي هنحتاج كحول لتعقيم الإيدين وشاش. نربط الشاش بالخيط بحيث نعمل كورة. نثبت سلك رفيع فيها. نغطس الكرة في المطهر ونشعل فيها النار. اليد الخفية لمساعدتك اللي استخبت تحت الترابيزة قبل العرض هتساعد الكرة تطفو في الجو. هيبقى عرض مرح ومش عادي جداً. ودي حيلة ممتعة تانية للإنستجرام بتاعك. إيه رأيك في صورة من رأس صاحبتك المفضلة؟ انتوا أصحاب بجد؟ ناخد الوضع الأول ونتظاهر إننا شايلين صاحبتنا من شعرها. نشغل مود البانوراما في الكاميرا. برفق نحرك الكاميرا من القمة الأسفل ونبعد صاحبتنا من الصورة في اللحظة المناسبة. نكمل تصوير من غيرها. صورة مرحة مع الرأس بقت جاهزة. البنات مش قادرين يمنعوا ابتسامتهم. دي أكتر صورة مش عادية في كل سنين صداقتهم. بالرغم من الأفضل ما توريش الصورة دي لجدتك. وفجأة ظهر في المشهد فاكير الشجاع سيد اللهب. كل الكيميائيين في كينجز لاندينج اشتغلوا لعمل النيران المتوحشة دي. احنا كشفنا سر النيران الخضراء في جيم اوف ثرونز ودلوقتي هنشارككم التركيبة. هنحتاج محلول حمض ساليسيليك وبودرة حمض بارك. نصب شوية من المحلول الكحولي الأساس في واحدة من الكوبايات ونصب البودرة في الكوباية التانية. نولع حمض الساليسيليك ونصب السائل المشتعل على الكوباية اللي فيها البودرة. ما تنسيش تحركي الكوباية علشان النار تعلى أكتر. الشعلة الخضراء مذهلة، لكن خلينا فاكرين إن اللعب بالنار ممكن تبقى آخرته دموع، فقط تحت إشراف البلايغين. ودلوقتي هنوريكم خدعة بسيطة جداً لكن مؤثرة جداً بأعواد الكبريت. نغطس عودين كبريت في مية، نجرب نولع واحد فيهم. طبعاً مفيش حاجة حصلت، لكن كلنا عارفين إن أعواد الكبريت المبلولة ما بتولعش. السحر جه لإنقاذ الموقف. نجرب التاني، يا ربي ده ولع. للخدعة دي هنحتاج كبريت وفازلين. نضيف الفازلين على الرأس الكبريتية ونوزعه على العوب كله. طبقة الفازلين بتطرد المية وبتمنع الكبريت إنه يبتل. نولع الكبريت، ضوء ساطع طلع من الكبريت اللي مفروض مبلول. مؤثر جداً.
عالم الخدع عمره ما كان هيبقى ملون للدرجة دي من غير خدع بصرية جميلة. واحدة منهم قدامك مباشرة، الحلقات الخضراء المشعة بتتحرك بتناغم كأنهم معكوسين على بعض. دول بيكبروا وبيتحركوا أسرع وأسرع، ده من المستحيل إبعاد النظر عن حاجة بالجمال ده. خدعة النيون البصرية سهلة عملها في البيت، نقص دوائر من الكرتون السميك وأشرطة ذاتية اللصق بلمعان فوسفوري، نلزق الأشرطة على أحرف الدوائر الكرتون، نلزق الدوائر بمسدس صمغ سخن بزاوية، نثبت دايرة كمان ونلزق سن شنيور فيها، نركب سن الشنيور في الشنيور، نختار سرعة الدوران المطلوبة ونشوف إزاي الدوائر الملتصقة بتخلق خدع بصري كأن الدوائر بتلف بشكل منفصل. ده شيء مذهل في الحقيقة. التالي خدع كروت مثيرة، نمسك كارت بحركة حادة من الإيدين والكارت هيتحول لمجموعة كاملة. إيه السر؟ نخبي مجموعة الكروت في إيدينا ونغطيها بكارت واحد، في اللحظة المناسبة نزق المجموعة على الكارت، خفة يد ومن غير سحر. ودلوقتي جي وقت خدعة بسيطة بأستك، بحركة إيد واحدة الساحرة بتزق الأستك ويعدي داخل إطار الكارت. اتأكدوا مفيش خدعة هنا، الأستك داخل الإطار فعلاً. للخدعة دي نقطع قلب كارت كوتشينا بكتر، نقص الإطار بالمقص، نعدي الأستك بالداخل، نلزق مكان القص بسوليتاب، نخبي طرف الأستك بين صباعين الإبهام والسبابة، نمسك جزء من الأستك في إيدينا ونمطه ونتنيه ونسيبه في الوقت المناسب. تأثير الانبهار مؤكد. انتباه انتباه، كل الانتباه لإيدين الساحرة بحركة ما حدش هيشوفها، ودبوس إيموجي زاهي ظهر في إيديها الفاضية. إزاي ده ممكن؟ نثبت الدبوس قصاد جسمنا بظهر الكف بشكل غير ملحوظ، نشيله من مخبأه. ده كل السر، الحيلة بسيطة لدرجة إن الأطفال الصغيرين يقدروا يبقوا متميزين فيها. وللخدعة الجاية هنحتاج خاتم صغير، نمسكه في إيدينا، نظهر كف فاضي ونخبيه ورا قبضة الإيد التانية. شغلوا الطبول، الخاتم عدى من إيدك وحط نفسه على صباعك. السر إننا بنمسك الخاتم بين صباعين الوسطى والسبابة، بحركة بسيطة نرمي الخاتم الصغير على الصباع الخنصر، الجمهور بيسقف لك. ودلوقتي هنوريكي مهارة جامدة جدا بعملة معدنية، وري أصحابك الكف اللي فيه العملة. نحط العملة في إيدينا اليمين، هوكس بوكس، العملة بتختفي في اتجاه غير معروف وفجأة ظهرت تاني. السر إننا بنشيل العملة على صباع السبابة وبعدين بنخبيها بين الصوابع، بدل ما ننقل العملة بجد نخبيها في إيدينا، بعدين نمسك العملة بإبهامنا ونفرجها كويس للمتفرجين. مبهر جداً. ودلوقتي جي وقت حيلة الاختفاء المفاجئ للكورة. أوبس، هي راحت فين؟ غالباً في واحد من الثقوب السوداء اللي في التيشيرت الأسود الغامض ده. دلوقتي هنحتاج قطعة فوم أسود وكرة تنس طاولة، نقطع الكرة بكتر، نعلم حدود النص كرة على الفوم، نقصها، باستعمال مسدس صمغ سخن نثبت الفوم على الكرة، نلزق قطع من لزق دبل فيس على التيشيرت ونغطي الكرة بإيدينا، نقلبها ونلزقها على اللزق. على خلفية سودة الفوم الأسود مش واضح على الإطلاق. لعبة عيال. ودلوقتي خدع باستعمال المغناطة البشرية. هنحتاج دبوسين مشبك، نفرك واحد من الدبوسين في كم البلوزة. في حاجة ممغنطة في سحرتنا لما الدبوسين بينجذبوا لبعض بعد ما يلمسوها. في الحقيقة السر هو مغناطيس عادي خالص، نمغنط أطراف الدبابيس مسبقاً، ومفيش مغناطة طبيعية داخلة في الموضوع ولا حاجة. وأخيراً خدعة بلعبة مرحة، هنحتاج إزازة بلاستيك، ناخد حمض سلسلك ونعمل ثقب في غطا الإزازة،
نصب شوية من الحمض داخل الإزازة، نقفل الغطا، نرج الإزازة بقوة، نولع عود خشبي ونقربه من ثقب الغطا. بخار الكحول بيشتعل وصاروخ بلاستيك بينطلق فجأة. ودلوقتي حاولي تمسكيه. عجبتكم حيل خدعنا وتجاربنا؟ أنهي فيهم هتفاجئي بيها أحبائك النهاردة؟ اكتبي لنا ده في التعليقات، وما تنسيش تدوسي للحلقة دي لايك وتشتركي في القناة بتاعتنا وتدوسي على علامة الجرس علشان ما يفوتكيش أكتر الحلقات إثارة على تروم تروم سيلكت.